طيب نظام الاهلي اليومين دول طبعا في فتره الاعداد للموسم الجديد، وقبل ما اكلمكم على جدول المباريات الوديه اليوم الكامل، الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر بيشتغل على فترتين صباحا ومساء. صباحا بيبقى الجزء الخاص بالناحيه البدنيه وصولا للتمرين اللي يمكن بدا من دقائق من شويه في النادي الاهلي، والخاص بالنواحي الفنيه والجمل التكتيكيه اللي الراجل بيحاول يوصلها للفريق. الاهلي مفترض ان شاء الله هيلعب يوم 21 نهايه الاسبوع ده يوم الاربعاء اللي جاي اول مباراه وديه مع بتروجيت، بعدها باربع ايام تحديدا 25 هتكون في مباراه ثانيه في مواجهه اسوان، وصولا ليوم 29 سبتمبر اخر المباريات الوديه اللي هتكون في مواجهه طلع الجيش. نروح مع حضراتكم لنادي الاهلي نتعرف على اخبار تدريبه او تمرينه الفريق النهارده من زميلنا محمد توفيق. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. حتى وان كانت البدايه وديه او ثلاث وديات، فجماهير النادي الاهلي الاحساس العام يعني الاهلي وحشنا بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، اول مره من ثلاث سنين تغيب عنا الفرقه المده الطويله دي، ونتمنى ان شاء الله انها تصب في مصلحتنا بشكل ايجابي. طبعا فتره راحه كانت محتاجها اللعيبه، جهاز فني جديد بيتولى المسؤوليه مستر كولر، عدد جديد من الصفقات، طبعا يمكن هو برونو سافيو الوحيد موجود في التمرين نتيجه وجود شادي حسين مع المنتخب، لكن خليني اتكلم معاك عن دخلنا في الجد، واعتقد مع نهايه الاسبوع ده هيظهر الفريق في شكله الجديد مع مستر مارسيل كولر في مواجهه ان شاء الله بتروجيت. تكلمنا على تفاصيل تمرينه النهارده. بالفعل زميل عزيز احمد سمير، يمكن زي ما انت قلت النادي الاهلي وحشنا جدا حتى وان كانت مباراه وديه، ولكن دايما يعني جمهور النادي الاهلي كله واحنا يعني منهم بنبقى دايما عاوزين نشوف النادي الاهلي حتى لو مباراه وديه. يعني زي ما انت قلت النهارده هو بدايه الاسبوع الثاني في فتره اعداد الاستعداد للموسم المقبل باذن الله رب العالمين. يمكن امبارح الفريق اتمرن على فترتين صباحا ومساء، ولكن النهارده اكتفى الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر بتدريبه واحده. بكره ان شاء الله يا احمد يمكن الفريق هيخش معسكر مغلق ابتداء من الاحد غدا باذن الله، وحتى يوم الخميس يعني هيكون تمرين على فترتين هنا في النادي الاهلي والاقامه في احد الفنادق القريبه من مقر النادي الاهلي الرئيسي هنا بالجزيره. عايز اقول لك ان زي ما انت قلت باول مباراه هتبقى امام بتروجيت يوم الاربعاء 21، دي هتكون هنا على ملعب الاهلي مختار التتش، والمباراه الثانيه كمان امام اسوان يوم 25 برضه هتكون هنا على مختار التتش، ولكن المباراه الاخيره امام طلائع الجيش يوم 29 هتكون على استاد الاهلي والسلام الملعب الدائم لفريق النادي الاهلي. تدريب النهارده يمكن طبعا كان بعض التدريبات البدنيه الخفيفه، ومن بعدها بعض التدريبات بالكره. برضو التمرين النهارده ما كانش فيه حمل بدني كبير جدا يا احمد، خاصه ان الفريق كان فيه تمرين قاسي جدا امبارح وقوي لكل اللاعبين. يمكن النهارده طبعا بيستمر غياب لاعبي المنتخب الاول محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، حمدي فتحي، والوافد الجديد شادي حسين. كمان لاعبي المنتخب الاولمبي بيغيبوا عن التدريب اليوم، حمزه علاء، محمد مغربي، محمد اشرف، رأفت خليل، وكمان الوافد الجديد مصطفى سعد. يمكن أليو ديانج كمان بيغيب عن تدريب اليوم نظرا لسفره للحاق بمنتخب مالي للمشاركه في الاجنده الدوليه. علي معلول هو الدولي الوحيد اللي موجود في تدريبه اليوم، لان ميعاد سفره هيكون ان شاء الله في التاسعه صباح الغد، هيكون يلحق على طول بمنتخب تونس للمشاركه في مباراتين وديتين استعدادا لكاس العالم باذن الله. اتكلمنا مع كابتن صلاح حفيظ قال ان الفريق ان شاء الله بكره هتمرن زي ما قلت لك على فترتين صباحا ومساء. يمكن الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر يعني فضل ان التدريب الثاني يكون في السادسه او السادسه والنصف بعد مشاهده الفريق الكامل والجهاز الفني لمباراه المنستيري التونسي والجيش الرواندي. الفريقين اللي الصاعد منهم او الفائز منهم هيلاقي الاهلي ان شاء الله في بدايه البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا باذن الله في نسخته الجديده في دور ال 32. فالفريق يعني الجهاز الفني كان حريص ان يتفرج هو واللاعبين على المباراه قبل بدء تمرين الغد باذن الله. زي ما قلت لك الاجواء هنا اكثر من رائعه، كل اللاعبين في حاله اكثر ممتازه. طب توفيق خلينا نروح للاسماء وده تحديدا اللي انا عايز اسالك عليه. يعني كان مع بدايه العوده للتدريبات مره ثانيه كان الجهاز الطبي للنادي الاهلي قال انه شريف وقفشه قدامهم من حوالي اسبوع ل 10 ايام عشان يبتدوا يشاركوا مره ثانيه في التمرين الجماعي. عايز اعرف برضو اخبار ملف الاصابات اذا كان في اسماء منتظر انها ترجع في خلال فتره الاعداد وتبقى جاهزه ان شاء الله قبل بدايه الموسم الجديد.
باذن الله يا احمد يكون كل الفريق جاهز باذن الله على بدايه الموسم، يعني بالتحديد محمد شريف وقفشه شاركوا بشكل كبير جدا في تدريبات الامس، التدريب الصباحي والمسائي. يمكن لما سالت عن غيابه النهارده دكتور احمد ابو عبله قال هو كان مقرر في البرنامج العلاجي ليهم ان هم النهارده السبت اجازه من التمرين، فهيكونوا موجودين ان شاء الله بكره مع بقيه الفريق، هيشاركوا بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه بنسبه تتعدى 60%، وهيتم الدفع بيهم تواليا او بالتدريج كده عشان يشاركوا بنسبه كبيره يعني بشكل كامل في التدريب. كمان يمكن بيرسي تاو واحمد نبيل كوكا دول في يعني الدكتور احمد ابو عبله قال ان هم في المرحله الاخيره والنهائيه من برنامجهم الاستشفائي والتاهيلي، يعني تحسبا ان شاء الله وتدريجيا كده هيرجعوا ان شاء الله يشاركوا في التدريبات مع الفريق. زي ما قلت لك يعني باذن الله مع بدايه الموسم او اول اسبوع كمان في الموسم هيكون القائمه باذن الله مكتمله، ونتمنى طبعا ان ربنا يعني يسلم لاعبتنا كلهم من الاصابات ويبقى قائمه مكتمله لموسم ان شاء الله يكون مكتمل وكامل العدد في البطولات يا احمد، ويحقق كل امال جماهير النادي الاهلي، ودايما يبقى النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. شكرا جزيلا ليك زميل عزيز محمد توفيق من داخل النادي.